بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا أمرنا الله بعيادة المريض؟ وأكد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، بل رغب فيه واعتبره من حقوق المسلم على المسلم أن يزور المريض عندما يمرض. لماذا؟ نحن نعلم أن هذا الأمر ننفذه استجابة لله عز وجل واستجابة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هناك فوائد طبية لهذا الأمر؟ دعوني أتأمل معكم. في بحث علمي نشر حديثا، تبين أن زيارة المريض ورؤيته تعزز النظام المناعي للزائر، فالنظام المناعي للإنسان حساس جدا تجاه ما يشاهده ويعتقده، وعيادة المريض والاطمئنان عليه تقوي هذا النظام المناعي. ويقول الباحث مارك شلر من جامعة بريتش كولومبيا، إن مجرد رؤيتك للمريض تحفز جهاز المناعة، وإذا تكررت هذه العملية كثيرا وترافقت بالخوف من العدوى فإنها تسبب تعبا لنظام المناعة. إذن عندما تخاف من العدوى وتخاف من المرض ويصبح لديك هاجس أنه يمكن أن تنتقل إليك هذه الأمراض فتعيش في دوامة، هذا التفكير يضعف النظام المناعي. ولكن سبحان الله، عندما تذهب وتزور المرضى وتواسيهم وتهديهم الكلام الطيب أو بعض الأشياء الضرورية لهم أو تساعدهم في العلاج حتى، فإن هذا يقوي النظام المناعي لديك ويصرف عنك الأمراض، سبحان الله. والله أيها الأحبة، إن كل ما أمر به الإسلام فيه خير لنا أولا. يعني مصلحتك أيها الإنسان بغض النظر عن دينك، سواء كنت مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا أو حتى ملحدا، إذا طبقت تعاليم هذا النبي الكريم لابد أن تستفيد منها وأن تعيش حياة سعيدة. ونرى أن الخلايا المناعية البيضاء تهاجم الخلايا السرطانية، إن هذه الخلايا المناعية البيضاء تصبح أقوى عندما يزور الإنسان مريضا، وبخاصة عندما يتعاطف معه ويتمنى له الشفاء. ولذلك ينصح الأطباء برؤية المرضى بين الفترة والأخرى لتقوية نظام المناعة. طيب ماذا عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعيادة المريض، ففي الحديث الشريف الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض، رواه البخاري ومسلم. ولكي لا يعني نشوش تفكيرنا بالعدوى وهذه المسائل، النبي صلى الله عليه وسلم أكد في حديث آخر عندما قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه العدوى التي نظن أن المرض هو الذي يعدي وأن الفيروس هذا بذاته يضر، لا، النبي أكد أن الذي يضر والذي ينفع هو الله. ولكن هذا الفيروس وهذه البكتيريا وهذه الأمراض مجرد أسباب. وقد أجري بحث مؤخرا أيها الأحبة، تبين أننا إذا عرضنا مجموعة من الأشخاص لنفس البكتيريا نجد أن بعضهم يعني الكل يصاب بها طبعا، ولكن وجدوا أن قسما من هؤلاء الناس لديهم نظام مناعة يقاوم هذا النوع من البكتيريا، القسم الآخر لا يقاومها فيصاب بها.
لذلك أكدوا أن العدوى ليست مطلقة، تتعلق بنظامنا المناعي. يعني أنت نظامك المناعي يختلف عن الآخر، فهناك كائنات أو فيروسات أو بكتيريا أو فطريات أو غير ذلك قد تصيب إنسان وإنسان آخر لا يتأثر بها، سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، أنا أريد أن أخلص إلى نتيجة من هذه الدراسة العلمية، أن نبيكم عليه الصلاة والسلام لم يأمر بشيء على الإطلاق إلا فيه الخير، وعندما أمر بعيادة المريض قبل 1400 سنة، اليوم علماء الطب في أمريكا ينصحون بعيادة المرضى كما نصح النبي عليه الصلاة والسلام، مما يؤكد أن هذا النبي لا يعطينا إلا أوامر ونواهي تتفق مع العلم الحديث، لأن الله تعالى هو الذي قال في حقه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.